عليكم لي زامي، معكم كريبتو بالدارجة. واليوم جينا باش نديرو كويك فيديو ريفيو على واحد التوكن اللي كيهتم بالتوسكي ميتافيرس NFTs، وعندو اموند ديالو كيدارو فيه بزاف ديال لي كونسير، عندو بارتنرشيبس مع بزاف ديال لي غران ميوزيسيان، بزاف ديال لي غران دي جي بحال دافيد غيتا، بحال ستيفي اوكي. غنشوفو الافاتارز اللي يمكننا نستعملوهم في هاد لو ميتافيرس هذا، وشنو هما لي زوندرو اللي يمكننا نمشيو لهم، او بيان سور شحال كدايرين هاد لي افاتار ولا ان اف تيز ديالنا، وشنو يمكننا ننتظروا من هاد لا كريبتو هادي. يلا الا بغيتو تعرفوا كلشي على هاد لا فيديو تفرجوا معنا حتى الاخر. يلا دابا ندوزوا لا فيديو. الوغ لي زامي، لا كريبتو اللي بغينا نهضروا عليها، بلوتو التوكن اللي بغينا نهضروا عليه، هو سينسو توكن اللي كيمثل كورنسي بلوتو في ميتافيرس ديال سنسوريوم جالاكسي. هاد لا كريبتو هادي ولا هاد التوكن بلوتو داير الثمن ديالو دابا 0.62 دولار، بان ماركت كاب ديال 7 ديال مليون ديال الدولار، ساجير فريمون سمول ولا مايكرو كابس، بلوتو في مايكرو كابس، ساجير كو لانفيستيسمون في اي لي تري ريسكي. Bien sûr, not a financial advice, ولكن c'est une crypto, plutôt c'est un token اللي عنده upside potential اللي مزيان، وعرف دي hausses بالنسبة للثمن ديالو pendant octobre ديال 2021، وبيان سور pendant la période ديال البيك، لي دو بيك ديال البول ران ديال 2021، حيت كنوصل الثمن ديالو respectivement 2.20 دولار و 3.2 دولار البيك ديالو اول تايم هاي، ودابا رجع للثمن ديال 0.62 دولار. استاجير كو دابا نقدروا نعتبروا بان هذا التوكن رجع للمستويات ديال الشراء اللي كانت كتزاول، المستويات اللي بوتوما فيها في اوت وفي سبتمبر 2021. الوغ غندوزو نشوفو السيت ديال سنسوريوم. سنسوريوم وي برينغ يو كونيكشنز اند اكسبيرينسز اوت اوف ذيس وورلد، استاجير ايل فول نو كريي دي اكسبيريونس في الميتافيرس en créant un univers qui va connecter بزاف ديال الناس ou réutiliser بالنسبه لي كونسير كيما كتعرفوا pour les DJ ou الناس اللي كيشتغلوا في المجال ديال لا ميوزيك، باش يدير ان كونسير ولا ان فيستيفال كيداروا بزاف ديال لي مويان. الوغ هما باغيين ايليمينيو داك لو سورplus دو مويان ويدخلوا داكشي للميتافيرس، بيان سور ان بلوس ديال لي فيستيفال او شنو كيدار في لا فري في. الوغ عندنا بليزيوغ ارتيكل تكتبوا على سنسوريوم، تكتب عليه فوربس بلوتو، تكتب عليه فاينانشال تايمز، يو سي توداي، فينتشر بيتس، بي سي جيمر، بزاف ديال لي سيتاسيون عليه في دي ارتيكل. عنده باغي يكريي ان موند سوسيال اللي ما عندوش لي ليميت، ou تقدر دير فيه شنو ما بغيتي، بيان سور ان بلوس ديال لوتيليزاسيون بالنسبه لديكشي ديال لا ميوزيك، فروم تايني سكرين تو اندليس ووردز. الوغ باغين توجور يدوزو من لي تيليفون ديالنا ولا من لي بي سي ديالنا، لوتيليزاسيون بيتيتر ديال هيدسيت في ار، كو سوسوا اوكولوس ولا نيمبورت كيل هيدسيت ديال الفي ار، ولكن يمكن لكم كوميم تيوتيليزيو سور فو بورتابل ولا سور فو بي سي. كاينه باي ذا واي لابليكاسيون سور تيليفون سنسوريوم جالاكسي، بوفي لا تيليشارجي سور ابل ستور ولا سور بلاي ستور. عندو 500 مليون ديال يوزرز، الوغ بزاف ديال لي بارتنرشيب عندو في الديفلوبمون، عندو بارتنرشيب مع ايبيك جيمز اللي هو واحد من لي بلو غران ديفلوبور ديال لي جو، كي ريفولوسيوني لاندستري ديال لي جو ديال باتل رويال مع فورتنايت، او بيان سور سان بارلي ديال لي زارتيست اللي كاين معاهم، دافيد غيتا، عندو اريك بريتس، عندهم ارمين فان بيرن، عندهم كارل كوكس، عندهم بلاك كوفي، بزاف ديال لي زارتيست، ستيف اوكي، بزاف ديال لي زارتيست فريمون لي كيدون لهاد لو بروجي هذا ان كاركتير ديال شي حاجه اللي هي فريمون سوليد. عندهم وينين اووردز، استاجي ربحوا بزاف ديال لي بري في 2022 و2021، وينر ديال لافار فيرتشوال انترنت ميديا 2021، في ار اووردز توجور نوميني، انوفاسيون ديال فيرتشوال رياليتي، فيناليست ديال نيويورك شورتس انترناشونال. المهم بزاف ديال لي تروك
Toujours, il traite le virtual reality, l'intelligence artificielle ou le blockchain. Advisors, toujours, c'est des gens qui sont معروفين, vous pouvez les trouver sur LinkedIn ou Instagram. باش ما نطولوش عليكم ما غاديش ندوزو على كل واحد مي جو فوز انفيت ا لي فوار هاد لي بيرسون هادو. على حاجه اخرى اللي غادي نشوفو هما سنسوريوم جالاكسي. الوغ هنايا الى دخلتو السنسوريوم سيت ديالهم غادي تلقاو هنايا فيزيت ويب سايت غتبركو عليها غادي يطلع لكم هاد لاباج هادي ديال سنسوريوم جالاكسي باش تقدروا تدخلوا للميتافيرس خصكم تكونيكتاو ou reconnaître comme un portfolio ou là un portefeuille les tradros dire au fait 500 tokens dire comme bêche c'est où l'avatar dire comme il a déjà une idée choose your look à écrire le comme had la page a dit ou il peut comme c'est où had les avatars hado lire et s'aime le home filmé ta version home bêche hadro des concerts ou là bêche d'l'eau le metaverse dire home tout simplement un an la plupart des avatars ديالهم aujourd'hui des 0.7 سنسو سنسو هو لا كريبتو اللي شفناها قبيله tout à l'heure دايره 0.6 دولار c'est-à-dire 0.7 من 0.6 هي 0.56 دولار ce qui est pas du tout cher ou bien sûr qu'il y a des avatars les homa d'un 0 cents c'est-à-dire free اي واحد يقدر يدخل بهم باش يشوف الميتافيرس. Alors هنايا qui recommandait le graphics باش تكون عندك une meilleure expérience bien sûr ou غنديرو بحال هكا ونشوفو light paper ديال token ديالنا. Alors aujourd'hui عنده trading volume ديال جوج فاصله 4 مليون ديال دولار عنده total supply ديال 700 مليون و current value 0.25 كما شفناها. هادو الاكسشينجز فين مليستي و غنشوفو هنايا اللايت بيبر ديالنا. كاينه بيان سور اللايت بيبر اللي بغيتو تدخلو تشوفوها حنا غندخلو نشوفو غير اللايت بيبر باش ما نطولوش. الوغ كي بريزونتيولنا هنايا شنو هما لي ديفيرون ديجيتال ميتافيرس اللي عندهم. عندهم ستارشيب فيه نيتوركين ايفنت لونج بار ان اف تي غاليري فيه لي لايف بيرفورمانس بريزم سيتادير الورد ديالهم اللي مخصص غير الميوزيك و الشطيح. عندهم اوموشن ذا وورد اوف مايندفولنس تاجر انت وشنو قال لك دماغك دير في هذا المجال بلوتو في هذا الورد ديال موشن. غنشوفوا لي زوتر فيتشرز اللي عندنا بالنسبه لللايت بيبر ديالنا. عندنا ديجيتال امورتاليتي بيان سور سولا فا دو سوا. غنشوفوا توكنومكس ديالنا باسكو سي تري امبورطون اننا يكون عندنا توكنومكس لي اتريون باش نقدروا investisseur ou bien sûr parce que vous connaissez investisseur si token ou si crypto dans la tokenomics khasra. Alors on a 32% alloqué à les NFT ticket sales ou maintain, c'est à dire pour les NFT bah, si tu vas ou le maintain d'yalhom qui sont distribués à la 30 des concerts ftlsnin andom 23.5 pour la recherche et le développement 13.5 باش ي ديرو partners مع des nouveaux artistes oui promoter bien sûr Sensorium Galaxy and home par gel marketing operation loyalty programs human talent migration to substrate bien sûr barini dozo l'écosystème diel l'ethereum le blockchain diel polkadot ou qui présentait qui a droit à les features diel divisibilité بان السنسور توكن ديفيزيبل شحال ما بغيتو ما غاديش يكون مشكل على ديفيزيبيليتي ديالو. الوغ هادي هي لا فيديو غنخليكم سور مقطع صغير على الديجيتال وورد ديال بريزم اون بيتيت باند انونس.
Alors, c'était tout pour notre vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu, il est comme la vidéo ou les sujets, les canadrois, les homes. Ou bien sûr, n'oubliez pas de laisser en commentaire les cryptos, les tokens, les brutes, les sujets, les brutes, les prochaines vidéos. N'khalikoum pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Les brutes, attention-moi. Tirez-vous des cryptos, faites en sorte de cliquer sur le lien dans la description Best Trade of Binance, puisque vous aurez 10% de promotion à la les achats ou les frais de transaction d'Yelcom. Merci d'avoir regardé la vidéo. On me voit inchallah la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.